بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. وبعد، بادئا ببدء، أجدد الترحاب بجميع التلاميذ والتلميذات، وأتمنى لكم دائما التوفيق والسداد. إذن خلال هذه الحصة سيكون لنا موعد مع درس جديد، وهو يتعلق الأمر بالدرس 14 تحت عنوان الحركات الاستقلالية بالمشرق العربي. في الدرس السابق كنا قد تطرقنا للحركات الاستقلالية بكل من الجزائر وتونس وليبيا، فكذلك مجموعة من دول المشرق العربي لم تسلم كذلك من بطش واستغلال المد الاستعماري. إذن خلال هذا الدرس بحول الله سنتطرق إلى محورين أساسيين. المحور الأول يتعلق بالتطورات السياسية بالمشرق العربي في مرحلة ما بين الحربين، والمحور الثاني للتطورات السياسية بالمشرق العربي ما بعد الحرب العالمية الثانية. من خلال هذين العنصرين سنصوغ المقدمة. شهدت بلدان المشرق العربي في فترة ما بين الحربين نشأة الحركة الوطنية التي تصاعد كفاحها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فكانت النتيجة هي حصول بلدان المنطقة على الاستقلال. فما هي التطورات السياسية بالمشرق العربي في مرحلة ما بين الحربين وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؟ نبدأ على بركة الله بالمقطع الأول، تطورات سياسية بالمشرق العربي في مرحلة ما بين الحربين، ونستهل الدرس بحركة الاستقلال بمصر، حيث قاد حزب الوفد سنة 1919 ثورة شعبية عارمة تزعمها سعد زغلول، أجبرت إنجلترا على إلغاء نظام الانتداب ومنح مصر حكما ذاتيا ترأسه الملك فؤاد الأول. كما دفعت السياسة التوسعية والتي اعتمدتها ألمانيا أثناء وصول هتلر للحكم وبوادر اندلاع حرب عالمية ثانية إنجلترا لاستمالة الجناح المعتدل في حزب الوفد والذي كان يقوده مصطفى النحاس، فتم توقيع معاهدة الزعفران سنة 1936 والتي منحت مصر استقلالا مشروطا بإشراف الإنجليز على قناة السويس والسودان، والسماح للقوات الإنجليزية باستغلال البنيات التحتية في حالة اندلاع الحرب. ننتقل إلى حركة الاستقلال بكل من العراق والشام، حيث انطلقت المقاومة المسلحة بالعراق منذ فرض الحماية البريطانية سنة 1920 وتعيين فيصل ابن الشريف حسين ملكا على العراق سنة 1921، فاضطرت بعد ذلك إنجلترا على توقيع معاهدة سنة 1930 والتي منحت استقلالا مشروطا للعراق تضمنت ضمان مصالحها الاقتصادية والعسكرية. أما في الشام فانعقد المؤتمر السوري العام سنة 1920 مطالبا بالاستقلال من الانتداب الفرنسي، وعلى إثر رفض فرنسا الاستجابة لهذا المطلب قامت ثورة سورية كبرى سنة 1925 بزعامة السلطان الأطرش، وتصاعدت هذه المقاومة خلال الثلاثينيات مستفيدة من توتر الأوضاع الدولية خاصة بأوروبا، مما أجبر فرنسا على الاعتراف باستقلال سوريا ولبنان مع الإبقاء على مصالحها الاقتصادية والعسكرية بالمنطقة. وفي سنة 1921 فصلت إنجلترا الأردن عن فلسطين وعينت عبد الله بن الشريف حسين ملكا عليها. ننتقل إلى حركة الاستقلال بالخليج العربي. فشبه الجزيرة العربية كانت مع مطلع القرن العشرين عبارة عن إمارات مقسمة
فقد فرضت بريطانيا على سواحلها الشرقية والجنوبية الحماية. في المقابل تمكن عبد العزيز آل سعود من نشر المذهب الوهابي وإخضاع الإمارات وتأسيس المملكة العربية السعودية سنة 1932. وقد اعترفت بريطانيا بموجب معاهدة لوزان سنة 1923 باستقلال اليمن الشمالية وعاصمتها صنعاء، لكنها بقيت محتفظة بالسواحل الشرقية والجنوبية لمنطقة الخليج العربي. وفي فترة ما بين الحربين تنافست الشركات الأمريكية والأوروبية على استغلال البترول في المنطقة، محققة أرباحا طائلة ومهمة. ننتقل إلى المقطع الثاني والذي يخص أو سنتطرق فيه إلى التطورات السياسية بالمشرق العربي ما بعد الحرب العالمية الثانية، ونبقى دائما مع مصر وثورة 1952 والعدوان الثلاثي على مصر، حيث تصاعدت الحركة الوطنية بمصر بعد الحرب العالمية الثانية. فقامت ثورة الضباط الأحرار بزعامة جمال عبد الناصر سنة 1952، تمت الإطاحة بنظام الملك فاروق وتأميم قناة السويس والقضاء على مصالح الإنجليز. فكان الرد هو ماذا؟ هو إعلان العدوان الثلاثي والذي قادته إنجلترا وفرنسا وإسرائيل على مصر سنة 1956. تمكنت مصر رغم ذلك من تحقيق الاستقلال مع قيام الدولة الناصرية، والتي قامت على مبادئ مناهضة الإمبريالية وتقوية البلاد وتوحيد وتحرير الوطن العربي. ننتقل إلى دخول العراق والشام، مرحلة عدم الاستقرار السياسي رغم حصولهما على الاستقلال، حيث تولى الملك فيصل الثاني الحكم في العراق سنة 1953 تحت وصاية نور السعيد، والذي اعتمد النظام الاستبدادي وضم العراق إلى حلف بغداد الموالي للولايات المتحدة الأمريكية طبعا. وقد تزعم عبد الكريم قاسم انقلاب 1958 والذي أسقط الملكية وأعدم نور السعيد، لكن العراق دخل في صراعات سياسية انتهت بوصول حزب البعث للحكم منذ الستينات. أما في بلاد الشام فتصاعدت المقاومة وأجبرت فرنسا على منح سوريا ولبنان استقلالا تاما سنة 1946. وفي نفس السنة اعترفت بريطانيا باستقلال المملكة الهاشمية الأردنية تحت حكم عبد الله بن الحسين. بعد الاستقلال ستعيش سوريا اضطرابات سياسية انتهت بوصول حزب البعث السوري للحكم منتصف الستينيات، في حين عاش لبنان الحرب الأهلية ما بين 1975 و1990. ننتقل إلى العنصر الثاني أو الثالث، استقلال الخليج العربي ومحاولة التحكم في الثروات الطبيعية، حيث اشتدت المقاومة بدول الخليج. فأجبرت بريطانيا على الاعتراف باستقلال الكويت سنة 1961، وكل من سلطنة عمان والبحرين وقطر والإمارات سنة 1971. وبعد استقلالها حاولت دول الخليج التحكم في استغلال ثرواتها البترولية، فأنشأت منظمة الدول المصدرة للنفط وقامت بتأميم الشركات والحد من احتكار الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا نصل إلى خاتمة الدرس. تمكنت بلدان المشرق العربي من الحصول على الاستقلال بعد كفاح مرير مع سلطات الانتداب، إلا أنها بقيت تعاني من التبعية للخارج واستمرار التدخل الأجنبي في سياستها الداخلية. إلى هنا ينتهي درسنا، وأضرب لكم موعدا مع درس لاحق في حصة مقبلة بحول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.